بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العلي العظيم. هذا اليوم يوم مصيبة على السماوات والأرض. هذا اليوم يوم تهدمت فيه أركان الهدى، وانفصمت العروة الوثقى. عظم الله أجورنا وأجوركم بمولانا ومولى الكونين الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه المصيبة مصيبة أكبر مشروع لله تبارك وتعالى، مشروع البشرية. هذا اليوم يوم انهيار مشروع البشرية. لماذا مقتل أمير المؤمنين يعتبر انهدام لأركان الهدى؟ جبرائيل في مثل هذا اليوم، في صبيحة هذا اليوم، نادى في السماوات. هذا النداء الذي لم يسبق له نظير ولن يسبق له نظير أيضا، نادى: تهدمت والله أركان الهدى. لماذا؟ هذا الأمر يحتاج إلى تأمل وتوقف. إحنا نعتقد بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، عقيدتنا تصحح هذا المفهوم، ولكن هناك معرفة غير العقيدة. شنو السبب؟ لا شك أنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه عقيدتنا. أما هذه النفسية كيف تسببت أن في استشهاد النبي صلى الله عليه وآله هذا الحدث الغريب لم يحدث؟ الله تبارك وتعالى ما اعتبر فقدان النبي صلى الله عليه وآله فقدان لكل القيم،
أركان الهدى، مو أركان الحياة المادية، لا، أركان الإنسانية. الإنسان هو أمرمز أكبر مشروع لله تبارك وتعالى، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا المشروع تعرض مو للضرر وليس للأذى، إنما انهدم المشروع الإلهي وهو أكبر المشروع الربانية. كيف؟ بإيجاز، باختصار، موضوعان في حياة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الموضوع الأول، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نجح مشروع، هذا المشروع على مر حكومة الأنبياء، هذا المشروع كان عالق، 124,000 نبي أخيرا ما تمكنوا يتجاوزون عقبة واحدة حسب الآيات الكريمة، وهي عقبة الأمة. الأمم دائما تعتبر النبي فد عضو زائد في المجتمع. آيات عديدة في القرآن الكريم تصرح بهذا المضمون، أن الأمم في كل الظروف الزمانية في أول خطوة كانوا يواجهون الأنبياء خطوة الرفض، الرفض بلا حساب بلا منطق. جسم الأمم في التاريخ دائما كان يعتبر وجود النبي عضو أجنبي في الجسم. أي أمة في التاريخ ما استقبلت النبي استقبال انضمامي، دائما في الخطوة الأولى في اللحظة الأولى الأمم كانت ترفض الأنبياء. لاحظوا القرآن الكريم، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا، شوفوا هذا استثناء في سياق النفي، يعني 124,000 نبي هذا حالهم، هذا معنى الآية، هذا الصريح قاعدة الاستثناء في سياق النفي. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ما أرسلنا إلا. الآية الثانية، وكذلك لاحظوا، ما أرسلنا من قبلك يا رسول الله في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. إحنا المترفين شفنا آباءنا على فت الطريقة، هذه طريقتكم ما نقبلها، على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. الأنبياء في هذه الظروف ما كانوا يجون ينفون عادة الآباء، يعني كانوا يحترمون الأمم، ما يقولوا لهم آباءكم كانوا في ضلال مبين، آباءكم ما كانوا يفتهمون، آباءكم ش دراهم من الحياة، شنو يفهمون من الدين، شنو يفهمون. لا، كانوا الأنبياء يقرون يقولون صيغ ما يخالف، هذا الذي وجدتم عليه آباءكم على عيوننا ما يخالف. أنا نبي، هو يقول أنا عندي شغلة شوية أفضل مما وجدتم عليه آباءكم، وما يقول أنا عندي، يقول لو كان عندي شلون. لاحظوا، أولا ما يسحق، بالرغم من أن الآباء كانوا في ضلال مبين،
بس النبي كان يحترم مشاعر الناس. مع ذلك الأمة ما يوم واحد قبلت هذا الجسم الغريب في داخلها وهو جسم الأنبياء. هذا العضو مستحيل أي أمة تقبل هذا العضو بالرغم من كل التنازلات. قال يعني النبي: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. حقيقة تعبير غريب، أولو، ما يقول أنا عندي شيء أفضل، لا، يقول خب لو إذا كانت عندي فتفرضية أحسن من فرضية آبائكم. شلون؟ إذا لو، وما يقول أنه أنا أفضل، لا، تعبير حقيقة غريب، بأهدى. أهدى يعني شنو؟ يعني آبائكم على الهداية، ما يخالف، وطريقتهم طريقة صحيحة. هذا تقرير لهداية الآباء، هذا بعد تنازل أكثر من هذا ما يصير. نبي يقول طريقتهم صحيحة على الهداية، على الجادة كانوا، بس أنا عندي يمكن لو يمكن عندي فبضاعة شوية أفضل من بضاعة آبائكم. شنو الحديث؟ الجواب شنو؟ طريق مسدود، منطق ماكو. شوفوا، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. خلاص، شوفوا سد طريق، هاي معضلة. النبي جاي يتنازل، شوفوا الآية بدأت: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية، في أي قرية من نذير. هاي فد معركة دائما بين الأنبياء والأمم، منطق ماكو. مهما النبي يجي من منطق صحيح، من منطق متواضع، من منطق يمضي يقر بكل العادات الفاسدة، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، بكل منطق يأتي. أخيرا جسم الأمم كان يرفض هذا العضو الغريب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. دائما الأمم متحدة ضد الأنبياء، دائما مشروع الأنبياء ينصدم بالجسم بالسد منيع جدا. أخيرا ولا نبي واحد أخيرا ما تمكن يطلع من شرخ الأمة، ما قدر. أخيرا شرخ الأمم، ماكو منطق. دائما اقرأوا تاريخ الأنبياء، إحدى ثلاث حالات، لا رابع لهما. هاي الثلاث حالات والحاصل يعني شنو؟ يعني المشروع ما نجح. شنو إحدى ثلاث؟ إما كان يعني حاصل بعث الله تبارك وتعالى للأمم شنو كان؟ بالنتيجة وين وصل الأمر؟ في 124,000 نبي، وين وصل؟ إحدى هذه الثلاث اللي هي ثلاثتهن أسف حقيقة مؤسفة. أولا يو كان النبي ينقتل أخيرا، يو كان الله ينزل عذاب على الأمة ويبيدهم عن بكرة أبيهم، يو نوع ثالث النبي هو كان يدعو على الأمة أنه الأمة تباد. وهذا شنو؟ بالنتيجة يو النبي كان يدعي الأمة تباد، يو الله كان يغضب كان ينزل عذاب الأمة تباد، يو النبي ينقتل. هاي ما صارت، يو الأمة تباد يو النبي ينقتل، مو ينقتل ينشرخ. رسالة كتبها أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى معاوية، حقيقة يعز علينا أن مولانا يكتب لهذا الإنسان
رسالة يخاطبه. حقيقة يعز علينا مولانا يضطر تنزل به الأمور والحياة أن يخاطب هذا الرجل. مقطع الرسالة مطلعها كلمة واحدة، قال: يا معاوية، إن نبي الله زكريا نشر بالمنشار، وإن يحيى ذبح كما يذبح الكبش. ليش؟ لهوان الدنيا على الله. مو مهم، هذا تاريخ الأنبياء. مو الأنبياء قتلوا، لا، نشر بالمنشار. المنشار لما تارة الإنسان رأسه ينقص بسيف بآلة حادة، بالمنشار تدرون يعني شنو؟ نشر، نشر يعني قطعوه بالمنشار. اقرأوا خاتمة الأنبياء، أخيرا 124 ألف نذير، ألف نبي، 124 ألف نبي. وين وصل أمرهم؟ ويا الأمة. أخيرا جسم الأمة رفض. هذه عضو غريب. أكو فد شيء، فد مادة، لاحظوا هذه مسألة مهمة. أكو مادة هذه يسموها هيدروكورتيزون. كورتيزون هذه مادة هرمون. أكو عضو، أكو غدة فوق الكليتين تسمى كظر. كظر السابقين كانوا يتصورون أنها شحمة، الآن جديدا استكشفوا أنه هاي غدة، غدة جدا مهمة، تفرز هرمون جدا حيوي. هذا الهرمون من جملة الهرمونات التي هذه الغدة تفرزها يسموه هيدروكورتيزون. كورتيزون شنو شغله؟ الآن بالنتيجة قبل سنوات اكتشفوا بالنتيجة هذه المادة بالنوع الكيماوي ماله. عندما الغرب اكتشف هذه المادة هيدروكورتيزون يقولون أوروبا كلها احتفلت في يوم اكتشفوا هذه المادة. مادة جدا حيوية، يمكن أهم مادة في الطب. كورتيزون هذه شنو مادته؟ كل العمليات اللي تجرى، عمليات زرع، هذه تجرى كلها على بركة هذه المادة. لولا هذه المادة كان مستحيل أي عملية زرع تنجح. هاي الكلية، الكبد، الرئة، القلب، العين، الجسم فيه قوة مناعة، مناعة الجسم. الجسم أي شيء أجنبي يدخل فيه يرفضه. فإذا تصير عملية زرع للكلية، في اللحظة الأولى جهاز المناعة يفشل هذه الكلية الجديدة، رأسا يضربه في اللحظة الأولى من العملية. بس الميت، الإنسان المريض يفيق، رأسا جهاز المناعة يشتغل، في الدقيقة الأولى الكلية تتوقف خلاص. يشتغل شنو يسوي؟ يضربه. مثل ما جهاز المناعة يضرب الفيروس، فيروس لما يدخل جهاز المناعة شنو يتفعل؟ فورا يتفعل فيضرب الفيروس أو البكتيريا رأسا. إحنا الآن كل يوم آلاف المرات نتعرض لنوبة فيروس من الهواء، من الماء، الأكل اللي ناكله، ما نتمرض أصلا. رأسا يتفعل جهاز المناعة، ما يسمح لأي شيء غريب. هذا جهاز المناعة اللي أهم العوامل الحيوية في الجسم، هو أهم مشكلة في الجسم. ليش؟ ما يسمح. إذا واحد متعرض لفشل كليوي، الطبيب يريد يزرع له كلية، ما يستقبل، الجهاز المناعي يرفضه رأسا. هذا الجسم غريب. الأنبياء كانوا هالشكل في جسم الأمم، عضو غريب رأسا الأمة كانت ترفضهم فورا. إنا بما جئتم به كافرون، خلاص ماكو مجال. ولا نبي، أخيرا وضعه اتعدل، أخيرا لو بالقسر، لو بضرب العناق،
لو الله ينزل عذاب، لو هو يدعي على أمته والله يغضب على نبيه، هم يغضب على الأمة وهم يغضب على النبي. تلاص أخيرا الأمور تلاص، والمشروع الإلهي الرباني على الأرض ينهار ينهار. بس أكو نبي واحد، هذا اللي نجح في الحياة، نجح ومشروعه ما انهار، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. والبركة تعود إلى منو؟ إلى علي بن أبي طالب. هذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو اللي نجح النبي صلى الله عليه وآله، نجح في الأمها، وإلا هو أكبر ناجح خلقه الله تبارك وتعالى. وكل شيء في أمير المؤمنين ترباية رسول الله صلى الله عليه وآله. بس العمل شنو؟ عمل شنو؟ أريد أمثل الأمثال تضرب لتقريب الفهم. الكورتيزون شنو يسوي؟ اسمعوا اقرأوا. الكورتيزون شغلته هذا يصفع جهاز المناعة، حتى جهاز المناعة يدوخ ما يتمكن يتفعل. لشنو؟ لتفشيل العضو المزروع. هذا شغله الوحيد، هذا اللي احتفلت أوروبا على اكتشافه. شنو شغله؟ بس شغل واحد، 24 ساعة يصفع شنو؟ جهاز المناعة. جهاز المناعة يبقى دايخ، لما يبقى دايخ ما يتفعل، حتى شنو؟ ما يرفض، ما يفشل هاي العضو الجديد، ما يفشله. شغله شنو؟ هورت كورتيزون صفع. بس كل دقيقة الكورتيزون قاعد بس يهف لك جهاز المناعة براشدي هالشكل، كل دقيقة براشدي راشدي. أخيرا جهاز المناعة يبقى دايخ، فما يلتفت إلى هذا العضو الجديد، فما يرفضه. يبقى الإنسان في قيد الحياة متنعم بأفضل النعمة، يبقى حي. تدرون هذول اللي يزرعون شيء على مر الحياة لازم يأخذ لحبات كورتيزون، إسه جرعة 5 ملي 10 ملي على حساب ظروف الجسم. إذا فد يوم يوميا ينقطع من هذه الحبة، فورا جهاز المناعة يتفعل شنو؟ فورا يرفض. هذا 10 سنوات كلية جديدة متنعم بها، يوميا 3 أيام توقف عن أخذ الكورتيزون، خلاص جاء الكلية مرة ثانية فشلت. اقرأوا هذا موضوع. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فرك إذن الأمة. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، شوفوا هاي الأمة اللي ترفض الأنبياء، الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام شنو قال؟ قال أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله. أنا ابن خرطوم يعني خشب. أنا ابن منو هذا؟ منو هو اللي ضرب؟ هو علي صلوات الله عليه. ما يصير الأمم ما تقبل الأنبياء. أمير المؤمنين مسكها هاي الأمة فرك إذنها، هذا الجسم هذا إنزال إلهي، هذه إرادة ربانية، تقبلين وما تقبلين. أنا ابنه من ضرب خراطيم الحق. خلق مو الناس، القضية مو مسألة الأمة، يعني الناس حتى الأجنة حتى الأبالسة. أمير المؤمنين فرض هذا إرادة ربانية، الله يريد يكون الأمة، مو فرض أن الناس إلا يطيعوا، لا ليسحقوا. فالمسألة جدا مهمة، هذا بلاغ للناس، فمن شاء في آية ثانية فليؤمن ومن شاء فليكفر، ماكو مشكلة، مو بالضرورة أنت تجي تؤمن. بس ما يصير أنت تقتل النبي. بني إسرائيل بين عشية وضحاها 70 نبي كانوا يذبحون، بعدين يجون يفتحون دكاكينهم يقعدون كأنه ما صاير شيء. هذا نبي، هذا أشرف الأولين والآخرين، يذبحون مثل ما يذبح الكبش. الأمم كانت تسحق الأنبياء. أخيرا الأمور كانت تلاص، الله كان يتدخل كل المشروع كان ينهار.
أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام له الفضل، له الفضل أن ثلاثة أشياء ما حصلت. الله تبارك وتعالى يقول فلما، شوفوا، فلما آسفونا أغرقناهم أجمعين. آسفونا يعني شنو؟ يعني تأسفنا، إحنا بعثنا نذير، إحنا بعثنا إنسان يكمل الإنسانية، هذول إجوا شنو؟ هذا المشروع دمروا، سحقوا، ذبحوا. آسفونا تعبير كلش عجيب من الله. الله يقول أنا تأسفت، آسفونا التعبير. أخيرا الله يتأسف، وأسف رب العالمين شنو نتيجته؟ أغرقناهم أجمعين. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أولا ما خلى الله يتأسف، وما خلى الله ينزل عذاب، لا خلاه يتأسف، ما تأسف، وما نزل عذاب، مو بس ما نزل، قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. شوف هذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، شوف فضل أمير المؤمنين شلون. أولا الله ما اضطر أن ينزل عذاب، الله ما تأسف، ما وصل إلى، الله ما وصل في الأمة، في قضية الأمة إلى طريق مسدود. الأمة لما تعصي، لما تتطاول، الله يوصل إلى طريق مسدود، يقول لهم يلا في مالا. الله ما وصل إلى هذا الشيء، هذا أولا. وأولا الله ما تأسف، آسفونا ما صارت. ثانيا النبي ما انقتل، ما انذبح، ما انشرخ. النبي في حياة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ذرة أذية ما شاف. إذا شاف أذية في مكة، ذاك الوقت علي ما كان صلوات الله على أمير المؤمنين، ما كان، وإلا النبي في المدينة شنو شاف من أذية؟ أمير المؤمنين كان يضبط لك القضية كلها من الألف للياء، والنبي شنو؟ النبي إنك لعلى خلق عظيم. النبي شنو سوى؟ حتى إنسان ما كان يقتل، النبي ما كان يضطر أن يقتل، ما كان يضطر أن يفرك إذان، ما كان يضطر أن يحكي حكي قاسي، ما كان يضطر أن يعصب أصلا، عصبي ما يصير النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ عند علي يضبط له الأمور كلها من ألف الياء. شوفوا التاريخ، النبي صلى الله عليه وآله لما رحل من الدنيا 63 سنة عمره، ثلاث طاقات بيضاء بلحيته. شوف هذا النبي، ثلاث طاقات بيضاء بس، شعرات بيضاء، شعيرات بيضاء بس، بس سبعة في الرواية، أكو سبعة، هو 63 سنة عمره بس سبع طاقات شعرات في لحيته المباركة الكريمة صلوات الله على هذه اللحية، بس سبع شعيرات بيضاء. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بنفس العمر 63 سنة رحل من الدنيا وكل لحيته الكريمة بيضاء. لا تقول هذا نبي، نبي بالنتيجة يسيطر على نفسه، ما بيضت لحيته لأنه نبي، وهذا نفسه رسول الله، نفسه بنفس العمر، كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، لازم كل لحيته تبيض. اللي شاف المعاناة مو رسول الله أصلا. النبي مو بس ما انشرخ، مو بس ما انذبح، عاش حقيقة أفضل حياة، كل آماله تحققت، أقام أمة، نهض بالأمة، أخيرا مشروع ناجح إلى أبعد الحدود، ما انهار. لا الله تأسف، ولا رسوله انشرخ، ولا الأمة أبيدت. شوف هذا فضل أمير المؤمنين، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق، حتى هذا المشروع المنهار على مر الأنبياء نجح. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، لاحظوا قضية شوية معقدة، شوية معقدة، والله إحنا نقول هاي مسألة شوية دققوا فيها، إحنا نقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مصدر الرحمة، مصدر البركة. ليش؟ خلي هذه عقيدتنا، هذا ما يحتاج ليش، عقيدتنا. بس أكو هناك معرفة، المعرفة مهمة جدا مهمة، أكو تأكيد عنيف عنيف في الروايات على المعرفة. ليش؟
هسه المعرفة إذا ما كانت إحنا نعتقد به صلوات الله، هذا إيماننا، بس كيف المعرفة تعطي للإنسان شحنة رهيبة في الارتباط والتمسك، وتعطي للإنسان مقام قيمة الإنسان بالمعرفة. ليش؟ لاحظوا، أنا أقول إحنا نقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مصدر الإنسانية. ليش؟ أمير المؤمنين شنو سوى؟ فد واحد بروفيسور جدا مهم التقيت به في واشنطن قبل تقريبا 14 عام، قلت له كلام، انصدم جدا. قلت له أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام طبق نظرية، طبقها، مو ذكرها، طبقها نظرية. 1400 سنة البشرية للآن ما فهمت هذه النظرية. أنتوا تدعون إلى قلت أنه في الولايات المتحدة أفضل ديمقراطية في العالم، أنتوا مو ما طبقتوا، لا أصلا ما فهمتوا، حقيقة انصدم. بعدين اعتذرت منه، حقيقة اعتذرت منه، قلت له والله أنا ما أريد أهينكم، أنا ضيف عليكم، أنا ما جاي أهينكم، بس هاي نظرية، اسمع دليلي. قال أخو قول دليلك شنو. ليش تهدمت والله أركان الهدى؟ 1400 سنة البشرية بمقدار رأس إبرة ما متقدمة. يعني شنو؟ بأي دليل؟ بمقدار، تدري يعني شنو؟ دائما احنا نحكي نقول الحيوانات ما لهم تقدم، الحصان اليوم والحصان مال 1000 سنة قبل ما يتقدم ذرة، رأس إبرة ما عنده، نفس الحصان مال 1000 سنة قبل، مو هالشكل؟ والله العظيم البشرية أسوأ من هذه الحالة. كيف؟ شنو الدليل؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام طرحت إدارة ربانية للحياة، هذه الإدارة الربانية 1400 سنة عندما رحل من الدنيا توقفت، 1400 سنة بمقدار ذرة ما تقدمت، ما تقدمت. شنو الدليل؟ أصلا شنو يعني شنو هذا الحكي؟ مثل الحصان اللي في 1000 سنة ما يتقدم ذرة. البشرية تحتاج إلى عقل رباني، إحنا عقولنا ما تقدر، شوفوا ما تقدر تنمي القوة الإنسانية. نعم البشرية في التكنولوجيا تقدمت، أي تقدم رهيب، في 10 سنوات تتقدم بمقدار 1000 سنة، هذا لا ينكر. البشرية في المواد الاستهلاكية تقدمت، الآن وفور المواد الاستهلاكية شيء جنوني حقيقة، كل شيء متوفر. ولكن سؤال، هل قيمة البشر، قيمة البشر بالمواد الاستهلاكية، وهل قيمة البشر بالتكنولوجيا؟ الإنسان إذا كان العياذ بالله صدام ويحمل أفضل تلفون ذكي في العالم، هذا قيمة له؟ التكنولوجيا شنو قيمته؟ الارتباطات، هذه العقلية الهائلة في البشرية شنو قيمتها بالنسبة للإنسان؟ هذا صفر على الشمال، صفر على الشمال. نعم إذا كانت هناك إنسانية فالقيم المادية تعطي ثمارها، أما إذا ماكو قيم إنسانية، ماكو إنسانية، أكو همجية، ذاك الوقت التكنولوجيا شنو يفيد؟ الآن أنا أتحدث عن الفكر، ها شوفوا مراكز الدراسات، البشر كم طوروا النظام، الأنظمة، إيش قد طوروا الاقتصاد. الآن تدرون مليارات النظريات الفكرية أكو، مليارات، بس هاي النظريات الفكرية ماذا جلبت للبشرية؟ روح شوف نظام الحكم في البشرية لم يتقدم، أدعي لم يتقدم بمقدار رأس إبرة نظام الحكم. ليش؟ أوضح بكلمتين،
الآن اقرأوا النظريات الليبرتارية، أكو الليبرالية هذه أساسها الفكر الليبرتاري، هذا الفكر اللي الآن يحكم العالم. الليبرتارية هي نظرية تقلق دائما بشأن الحريات الفردية، وهاي أفضل ديمقراطية يقولون على وجه البسيطة على الكوكب، يقولون في الولايات المتحدة. روحوا شوفوا كل فكرهم، كل يوم فد مليون نظرية في إدارة الحكم، في إدارة الاقتصاد تطرح مليون نظرية، مراكز الدراسات. أخيرا شنو وين وصلوا؟ جابوا فد ديمقراطية الحكم يكون حكم ديمقراطي، نتيجته شنو؟ والله روحوا شوفوا فتشي ليس بالأفضل مما جاء به أنوشيروان، كسرة. روحوا شوفوا هم في أيام أنوشيروان 1000 سنة قبل، 1400 سنة قبل، هم كانت هذه الديمقراطية. روحوا شوفوا حياته. إحنا الديمقراطية اللي الآن مطروحة، النظرية الليبرالية، شنو هي؟ حريات فردية. روح شوف هاي الحريات شنو. أنت مسموح لك في التجارة، أنت مسموح لك في السفر، أنت مسموح لك كل شيء، مسموح. الحرية الفردية خلاصة الحرية في العمل، الحرية في الرأي والاعتقاد والدين، الحرية في الملكية، هذه خلاصة الليبرتارية. روح شوف حرية في هاي الأشياء، أنت حر، كل شيء تريد تقول قول، كل شيء تريد تسوي سوي، عقيدتك إيمانك دينك مو مهم. خلاصة هذا شق القمر اللي الغرب سواه الآن بعد هذه النظريات الهائلة. شنو فتشي؟ نسخة ثانية من نظام اللي طبقه كسرة 1400 سنة قبل أنوشيروان. اقرأ تاريخه، كان عنده حرية وديمقراطية حقيقة. ما كانت الديمقراطية الآن ليست بأفضل من تلك الديمقراطية، اقرأ التاريخ. ولكن بالأخرة إذن القيم وين؟ يوم على يوم الفساد في هاي البلاد الديمقراطية يستشري أكثر. أفسد بلد على وجه الكوكب هي أمريكا، أقروا هم ما يقولوا وين؟ الفساد الأخلاقي، الفساد الاقتصادي، الفساد الإرهابي. أكو 50 أقلن أكو 50 منظمة إرهابية عالمية تشتغل ليل ونهار على دمار الإنسان. تعال شوف الفقر الاقتصادي، أكثر من 1.5 مليار، هذه تقارير منظمة فاو حقوق الإنسان، منظمة فاو منظمة الطعام المرتبطة بالأمم المتحدة. تقريبا ربع البشرية يعيشون في فقر مدقع، وأمير المؤمنين يقول لعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالقرص ولا طمع له، لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص. يمكن أكو فد واحد جوعان. شوف خلال 4 سنوات شنو سوى أمير المؤمنين بالحجاز أو اليمامة، يعني تلفات الدنيا، تلفات الدنيا ذاك الصوب من الدنيا، يمكن أكو فد واحد جوعان. إحنا أنا بعيني شفت، ركبنا قطار من واشنطن، نزلنا في نيويورك، في نيويورك مركز اقتصاد العالم، والله من القطار نزلت أكو ناس جياعة 24 ساعة يعيشون في المحطة، يتمنون نص دولار واحد ينطيهم. هذه مو وحدة، هاي فت ظاهرة، ظاهرة موجودة في نيويورك. هاي نيويورك، هذه مو أتحدث عن بنغلاديش وأتحدث عن الكوسوفو وأتحدث عن ما أدري أفريقيا، لا هاي أمريكا. الفقر المدقع، الناس اللي يعيشون، هاي واشنطن أكو شارع اللي فيه، شو روحوا شوفوا هاي الآن، هاي أفضل ديمقراطية في العالم، هذا الشارع اللي فيه البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي وهذه عاصمة الدنيا. روح والله شارع ورا ذاك الشارع يوازي هذا الشارع، يوازي رأسا هناك فت شارع مركز السود، حقيقة بربرية والله، عبودية. هاي العبودية اللي يقولون راحت من أمريكا الآن موجودة، شارع ورا هذا الشارع والله شارع أنا شفت بأم عيني، شفت هذا الشيء، هاي واشنطن وهاي العظمة.
هناك في النهار سيارة الشرطة ما تقدر تدخل، شلون همجية بالله عليك، شلون همجية هاي؟ واشنطن شارع يوازي هذا شارع البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي، بالنهار في وضح النهار سيارة شرطة ما تقدر تدخل، بربرية وبيوت تعيسة بؤس يظهر من آثار هذه البيوت، فقراء كل مخدرات كل فساد كل قتل. هاي أمريكا، هاي أفضل ديمقراطية في العالم. روحوا إلى دول أوروبا، والله إحنا ما نحكي عن أمير المؤمنين باعتبار عقيدتنا، تعال قيس شنو سوى أمير المؤمنين، شنو سوى أمير المؤمنين، كيف 1400 سنة قدر يعالج مشاكل الحياة. هاي جنيف أفضل ديمقراطية في العالم، جنيف أفضل حياة رغيدة في العالم، بالشوارع والله بالعين يرى مئات الآلاف من الناس اللي فارين من العراق، فارين من أربيل، فارين من أفريقيا، فارين قلت من ما أدري أمريكا الجنوبية، يعيشون يتسكعون الشوارع يوميا، يشتغل 15 ساعة شغل حقيقة مهلك عشان يدبر لقمة عيش، ودائما في قلق بشأن شنو، أن الشرطة لا تعتقله لا تسفره، دائما يعيش في حالة الظلم. هاي جنيف روحوا شوفوا، يعيش في حالة بؤس أنه يكون له لقمة حياة لقمة عيش. وبعدين أصحاب أهالي جنيف الأصليين يوميا يحتكون بهؤلاء البؤساء يوميا في الشوارع، يوميا في الشوارع يلتقون، ولكن أعينهم لا تنظر، ما تشوفهم أصلا هذول البؤساء حقيقة، ما يشوفه أصلا، يلتقي به بالشوارع بس ما يشوفه أصلا، يعيش حالة الترف. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عالج هذه المشكلة، ما إجا عالج الحكم. لاحظوا، خلي أقول كلمة هي مفصلية جدا، أنا أدعيت لازم أقيم برهان وأمام العالم جاي أدعي أنا جرحت مشاعر العالم، لازم أجيب برهان قوي وإلا يضربون كلامي عرض الحائط. شنو أنت حكي؟ خلي نطلع من هذه العقيدة، ما يخالف ننظر إلى القضية بمنظار يومي عالمه اليوم، حتى نقدر نقول أن هذا أمير المؤمنين كان خسارة للبشرية، كانت استشهاده كارثة للبشرية. لاحظوا شنو أمير المؤمنين سوى. أمير المؤمنين بنى إنسان، ما بنى حكم، بنى إنسان، بنى الإنسانية بالمقدار اللي قدر، مو بالضرورة الإنسان يبني، يعني الحاكم يبني الإنسانية في كل الناس، ولا تجد أكثرهم ولو حرصت بمؤمنين. يا رسول الله هاي آية قرآنية، ولا تجد هسه أنت تحرص ما يصير، أكثرهم لا يؤمنون. المشكلة مو في الأغلبية، المشكلة في كم أوادم حقيقة. المجتمع ما يحتاج إلى إصلاح كل الناس، والله الإنسان إذا تمكن على إصلاح فد مجموعة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، خلاص والله فتشم واحد يصيرون أوادم، الأمة كلها تنعم بالخير. هذا الشيء اللي سواه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، غير نظام الحكم. أنا أدعيت، شوفوا الحكم، نظام الحكم يقوم على ثلاث ركائز، هاي الثلاث ركائز في على مر التاريخ الفساد يبدأ من هاي الركائز الثلاث، كل فساد يبدأ من هاي الركائز الثلاث. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إجا عالج هاي الركائز الثلاث، بنى حكومته على هذه الركائز الثلاث مع إصلاح قوائمها. شنو الركائز الثلاث؟ الإعلام، النظام، الاقتصاد. كل فساد في العالم يجي من وراء هاي الثلاثة. الاقتصاد
مصدر الفساد. لما يصير احتكار، احتكار هذا الاحتكار يولد فقر. في الرواية أكو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يحلف يقول والله ماكو فقر في العالم إلا بسبب احتكار قوة في جانب، هذا يولد الفساد. أقول كلمة يقولها مفكرو العالم على الإطلاق، يقولون أن المبدأ الأول في القلق لدى المفكرين في العالم هو شنو؟ السلطة. المبدأ الأول بالجوجل اكتب المبدأ الأول للقلق للفكر الإنساني هي السلطة. ليش القلق؟ أكو قلق من أن تحتكر السلطة، أكو قلق من أن تطغى السلطة. إن الإنسان ليطغى، الله لام التأكيد، ليطغى أن رآه استغنى. أمير المؤمنين اجعل عالج هاي القضية صلوات الله عليه. شوفوا السلطة حقيقة شيء غريب، أنا جاي أدعي شيء غريب. السلطة تقوم على ثلاث قوائم. القائمة الأولى النظام السلطة، النظام الإداري ثلاثة عناوين. شنو؟ قانون. وضع السلطة شو تسوي؟ تضع قانون. بعدين بعد على أثر وضع القانون تضع عقوبات. وبعدين ماكو قيمة للقانون إذا ما كانت عقوبات، صحيح؟ شنو قيمة القانون إذا ما كانت عقوبات؟ لازم تكون عقوبات. بعدين شنو في المرحلة الثالثة؟ هاي العقوبات لازم تمرر، لازم تنفذ، لازم تجرى، صحيح؟ إذا العقوبات ما أجريت شنو قيمتها؟ ثلاث عناوين في السلطة. لاحظوا النظام يعتمد على ثلاث ركائز: القانون والعقوبات وتطبيق العقوبات. الاقتصاد يرتكز، هذا العنوان الثاني، يرتكز على ثلاث قوائم. الاقتصاد يرتكز على الميزانية للدولة وثروة الحاشية والمنتسبين والمشروعات الكبيرة، المشروعات الكبيرة العظمى، الجسور المعلقة، هذه المشروعات الكبيرة. الدولة تمتلك الاقتصاد، فتمتلك الميزانية، وتمتلك ثروات في الحاشية مليارات. تشوف فد واحد مات ترس ملعب كامل يخلف فلوس، واحد من رجال السلطة هالشكل، فلوس، ثروة. وبعدين شنو الثالث العناوين؟ شنو المشاريع الكبرى؟ النظام، الاقتصاد، الإعلام. طريقته شنو؟ ثلاثة أشياء: تسقيط، ترميز، صنمية، ثالثا ترويج لأشياء، فكر، بضاعة. شوفوا إذن خلاصة السلطة ثلاث عناوين، كل عنوان يرتكز على ثلاث ركائز. خلاصة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إجا اعطى لا، كلمة لا، لكل هذه العناوين الركيزية في السلطة. تسعة صارت بعد، مو ثلاث عناوين أساسية تقوم السلطة عليها، وكل عنوان يقوم على ثلاث ركائز. أمير المؤمنين إجا شي سوى واحد، أنا هذا الدعائي حقيقة شي غريب، هذا نظام الحكومة الإلهية، هذه نظام اللي الله يريد أن يطبق على الأرض. أمير المؤمنين طبق شنو؟ فتكلمة ما أسهلها على اللسان وما أصعبها في الميزان. لا، إجا عند سلطة، هاي سلطته بيده، أمير المؤمنين بيده النظام، بيده الاقتصاد، بيده الإعلام. شنو سوى النظام؟ شنو إجا قال؟ لا للقوانين. أصلا أمير المؤمنين وين خلى قانون؟ ماكو قوانين في الإسلام، ما عندنا قوانين أصلا، عندنا أحكام، ما عندنا قانون، أحكام. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يتعب نفسه أنه أيها الناس بالله عليكم
تعالوا صيروا أوادم، تعالوا هاي أحكام الله، هذه إرادة الله، مو بالسيف. مع أنه تدري الناس، هذا كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لا يصلحهم إلا السيف. والله أمير المؤمنين ولا مرة ما استعمل السيف في تطبيق أحكام الله، أحكام السماء على الأرض. قال صلاة التراويح، بابا صلاة التراويح هذه بدعة حرام، رسول الله نهى عليها. ثمانية طلعوا وقالوا واسنة فلان، قال روح صل، روح روح صل، روح صل، روح صل. والله هذا مظاهرات على القائد الأعلى من دون أن يأخذون إذن. الآن في أفضل ديمقراطية في العالم في أمريكا، روح إذا جماعة يردون يطلعون مظاهرات لازم يأخذون إذن. 1400 سنة مظاهرات، وشنو ضد شيء خلاف الدين؟ فد مرة أمير المؤمنين يخلي قانون وضعي مرتبط بال، لا دين، هذا هو الحاكم الديني. لا بس كلمة لا، لا للقوانين. وين أمير المؤمنين خلي قانون؟ قال لهم بابا أكو شيء تضركم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنا جاي أريد أحييكم، هاي 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 فكري فكر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فرك إذان؟ إذان في قوانين كانت، بس هاي القوانين لما ماكو عقوبات عليها يعني شنو؟ يعني هيك لا قيمة لها. هذا مثل يقولون لا قيمة للقوانين إذا لم تكن عقوبات. عقوباتهم أكو، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة إن كنتم تؤمنون بالله، مضمون الآية. وين أمير المؤمنين جلد لك زاني؟ وين؟ والله اقرؤوا شوفوا، هذا اللي ليش كتاب الله وعترتي، ليش ولا تأخذ بكما، شايفين هذول الإرهابيين يمسكوا لك واحدة على مثلا، واحدة يمسكوها على فت شغلة تهمة بسيطة يمسكوها يجلدوها وهي تصيح ويضربوها وعلى رؤوس الأشهاد العالم يشوفون. ولا تأخذ بكما رأفة، لا تأخذكم بهم رأفة، رأفة ضربة. هذا القرآن لما صار تمسك بالقرآن دون أهل البيت، هذا الانحراف صار 50 منظمة إرهابية في العالم تمزق العالم، هذا النتيجة. شوف القرآن، شوف الروايات، أصلا أكو 50 شرط لتنفيذ عقوبة جلد على متهم بشنو؟ بزنا. والله العظيم وحق أمير المؤمنين اقرأ هذه الشروط، 50 شرط والله مو قابل للتحقيق أصلا. مبين قضية عجيزية، فتشي الله مخليه قانون، قانون حتى الناس يخافون، أصلا قانون غير قابل للتطبيق. روح شوف اقرأ اقرأ قانون قطع الأصابع، العم رحمة الله عليه كاتب 75 شرط لازم يتوفر. والله لو العالم ينقلب هذا 75 ما يتوفر، لازم يتوفر حتى أصابع 4 تقطع. روح اقرأ، هذا الدين، هذا دين، هذا دين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، احنا ما جايبينها من نفسنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل. هو كان قانون، بس قانون وإلى عقوبات، بس فتشكل العقوبات صعبة اللي أبدا إلى يوم ظهور صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه ما يمكن تنفيذ عقوبة على أي قانون. هاي القوانين الوضعية، هذا أمير المؤمنين، لا للقانون، لا للعقوبات، لا لتنفيذ العقوبات. كان عنده أمير المؤمنين سجن، بالله عليكم روحوا اقروا التاريخ، هذا السجن الحائط ماله، ارتفاع الحائط ماله متر، والله متر، يعني قامة الإنسان أرفع من الحائط، بالله عليك هذا شلون سجن؟ بالله عليك هذا شلون سجن؟ كان يسجن للواحد ورد دقيقة هذا يشرد فوق يفلت ينحاش. شوف أكو سجن بس شلون سجن؟ أكو قانون بس شلون قانون؟ والحاصل ماكو قانون، والحاصل لأنه ماكو عقوبة، أكو عقوبة لأنه ماكو تنفيذ، والحاصل ماكو عقوبة، والحاصل ماكو قانون. لا، هذا تاريخ أمير المؤمنين. إجا قال له الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قال له أنا زاني، خا
لما القضية تريد تثبت لازم أربعة من العدول. تدري العادل منو؟ العادل إمام الجماعة اللي تصلون وراه. لازم أربعة منهم يجون بعينهم يشوفون كالميل في المكحلة. بالله عليك هذا العادل المتقي الورع ايش جابه يروح بيت الناس يشوف الميل في المكحلة؟ يشوفها حتى إذا ما شاف. وين أصلا تنشاف الميل في المكحلة؟ وين؟ والله هذا شرط تعجيزي. مبين القضية شنو؟ بعدين شنو؟ إجوا لو توفرت هذه الشروط، أربع عدول تصلون وراهم، والله ما يصير. إذا إجوا شهدوا عند الحاكم أن هذا زنا بهذا، يلا الحاكم تدري شو يسوي؟ أول بين هذا حكم الله، يفرق بينهم، يقعدوا وياه، خب ساعة كم كان؟ كيف كان؟ الوضعية كيف كانت؟ وين كان المكان؟ فت 50 سؤال يسألك، بعدين يسأل الثاني. إذا في هاي 50 سؤال واحد من هذولا كلهم مثل بعض جاوبوا، واحد منهم جاوب بشكل ثاني، الحاكم يمسك هذا إمام الجماعة يجري الحد عليه. وين يمكن تحقق هذا القانون؟ خب هسه إذا هو أجا، هسه أجا هو أجا اعترف بعد هذه، شو تقول له؟ إذا قال أنا زاني، خو هذا بعد ماكو شهادة، هو جاي يقول. مع ذلك شوف الإسلام، والله غريب. أجا قال للأمير المؤمنين، قال له أنا زاني طهرني، قال له يمكن أنت مقبل. زاني مقبل شنو؟ لا انت مشتبه اصلا، ما وين زنيت انت؟ يقول له يا امير المؤمنين زنيت، ها يمكن انت مسيتها تخفيض، ما ادري شنو يعني. روح ماكو عقوبات، يلا مشي. لا امير المؤمنين هذا في الاقتصاد، خلي أكمل حديثي في الاقتصاد. لاءات 3، وين ميزانية؟ أمير المؤمنين كان بيت المال يكون سكنس، ماكو مصدر قوة حتى يصير شنو؟ طغيان، حاشا لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يكون سكنس بيت المال يكنسة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لما الدولة ما عندها ميزانية، ما عندها قدرة، لا حول لها ولا قوة. أنت يقول بما يفطير الإنسان وكل جيب ليس فيه أشرفي، فصاحب الجيب بفوت ينتفي. الدولة اللي ما تملك ميزانية، هاي دولة لا حول، من يسمع كلامها؟ ما عندها آلة ضغط الميزانية. أمير المؤمنين كان يستعجل إذا كان يدخل من الدولة الإسلامية، يدخل فد وارد عدل، فورا كان يوزع بين الناس. دائما فتح حنطة ما كانت تبقى، حنطة واحدة في بيت المال ما كانت تبقى. هاي شلون سلطة؟ شلون تقدر تمارس القوة؟ ماكو قوة حتى لا تقول السلطة إلى الظلم، إلى الاعتداء، إلى الطغيان. ماكو طغيان أصلا. الحاشية من أمير المؤمنين، مساكين حاشية أمير المؤمنين، كلهم رمق ما بيهم. هذا أخوه ماكو في الرواية صحيحة السند، صحيحة السند بلا إشكال. إجا عقيل يم أمير المؤمنين، كان يخطب أمير المؤمنين، أمير المؤمنين قال ماكو فرق بينكم، الأسود مثل الأبيض، يأخذ مثل بعض. قام عقيل قال له أنت سويت في المدينة بيني وبين العبديت؟ أمير المؤمنين قال له حق رواية صحيحة السند، وإلا والله ما كنت أقراها. قال له ماكو واحد غيرك كان يحكي؟ اقعد، هاي العبارة والله. قال له ماكو واحد غيرك كان يحكي هكي زفة؟ هذا أخوه، ماكو محسوبيات وما أدري جماعة أطرافية، ماكو هكي شيء. فالسلطة هاي الأشياء لا للميزانية، لا لثروات المحسوبين، لا للمشاريع الكبرى في احتكار الدولة. ماكو مشروع ما عندها دولة، هي ما بها رمق، الفلوس كله ينتشر بين الناس. خلي أقرأ لكم كلمة واحدة، كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول والله
والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعا، صاع واحد من بر يعني الحنطة، ورأيت صبيانه. هذا نهج البلاغة، والله نهج البلاغة هذا، لا تقول رواية ضعيفة. ورأيت صبيانه شعث الشعور، شعورهم شعرهم أشعث صاير يعني لون ما بي سواد، صاير لونه على كل حال فاتح غبر الألوان، الوجه عليه غبار لون مو لون طبيعي، غبر الألوان من فقرهم، مساكين أولاده أولاد أخوه من فقرهم، كأنما سودت وجوههم العظلم. عظلم هي مادة تطلع من الشجرة، مادة عادة يستعملوها في تلوين الأشياء. يقول إجا استماحني، استماحني صاع واحد، جربت الحديدة إليه، فزع فزع ذي دنف، خاف قام يصرخ. قلت له روح، تريد أنت هاي نار مال صنعة إنسان، أنت تجزع منها، تريد تبتليني بنار الله سجرها جبارها لغضبه؟ الله يريد ينزل غضبه؟ ماكو محسوبيات، الإعلام ماكو إعلام، الإعلام وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ماكو تسقيط لأحد، ماكو ترميز صنمية لأحد، ماكو ترويج لشغلة، إنما هي قل إنما أعظكم بواحدة، بواحدة أن تقوموا لله. هذا الحاكم، الحاكم اللي هالشكل إذا أراد أن يضبط السلطة تدريش قد لازم يشتغل، لازم ليل ونهار يتوسل بهذا يتوسل بهذا، ما بنضبطه، ماكو آلة ضغط، ماكو شيء يخشى منه، فيصير طغيان في الناس، يصير طغيان في المترفين. فالحاكم شنو لازم شنو يدير الأمور بالقيم، فشنو لما يستعمل الحلم غض الطرف الصفح مع الناس شنو يصير؟ الناس للحليم أنصاره على أعدائه، الناس هم يضبطون الحكم ليقوم الناس بالقسط. شوفوا الله يقول أنا أرسلت الرسل وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ميزان منو؟ يا علي أنت ميزان وهذه الأمة، كلام النبي صلى الله عليه وآله، هو أمير المؤمنين. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ليش؟ حتى النبي السلطان يقيم يحقق العدالة؟ كلا كلا كلا، ليقوم الناس بالقسط. الآن النظام الحكم محتكر، فلذا ماكو عدالة، الحاكم كل همه هي شنو؟ الديمقراطية، هذه في أفضل الفروض، الحاكم كل همه الحرية للفرد. خب هذا الفرد إذا كان حر، إذن وين القيم السماوية؟ وين الأخوة؟ وين العاطف؟ ماكو. يوم على يوم وضع البشرية جاي يتردد، جاي يتردد نظام. هذا شيء أنا أشهد أنها المرجعية الدينية الصالحة على مر القرون طبقته. لا تقول هاي نظرية منقرضة، لا تقول هذا حكي منقرض، وين يمكن تطبيقه؟ ليش؟ المرجعية ليست لها حول ولا قوة، وين فلوسها؟ لا ميزانية، الدول عدها تمتلك مليارات، مرجعية شنو تمتلك؟ والله بالكاد تمشي حياتها اليومية. احنا هذه تجربة، والله 50 سنة مرجعية، أنا تجربتي 25-30 سنة مرجعية، من أستراليا إلى أمريكا، والله من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ما يوم فركنا إذن، وما يوم طيحنا حظ واحد، وما يوم دمرنا واحد وسقطنا واحد، ولا عدنا سجن ولا عدنا سيف، ما عدنا شيء. وأخيرا مصالح الأمة بالمقدار اللي نقدر نشتغل على شنو؟ على القيم. يا ناس يصيروا خوش أوادم، يصيرون خوش أوادم، القيم تتحقق حقيقة. هذه تجربة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على الأرض، هذا السي في، هذا السي في، روح شوف.
لا أكو ميزانية ولا جماعاتنا، روح حققوا هذا أنا أدعي، روح أشوفوا حاشيتنا وين يملكون المليارات، والله جيب لي فد واحد يملك لك، روح جيب، روح جيب يملك لك فد فيلا في إسبانيا، جيب لي وين مجموعتنا جماعتنا. أسبيهم بالنتيجة الناس مو كلهم يطلعون مضبوطين، أطرافية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعضهم بالقصر أطرافية. على كل حال شوفوا أخر التاريخ شنو سووا، زبير لما مات البخاري كاتب 60 مليون دينار خلف، 60 مليون، 60 مليون دينار تدري يعني فد 20 طن ذهب، دينار ذهب 60 مليون، البخاري كاتب 59 مليون. العلماء جايين محسبين الحسبة لأنه كل زوجة إيش قد حصلت، فقايلين أن البخاري مشتبه، مو 95 عفوا مو 50 مليون، 59 مليون و800 ألف، يعني 60 مليون. هذا الزبير، اقروا اقروا شوفوا عثمان شنو خلف، فلان منو خلف، هذا الأموي، هذا اللي أخو الرضاعي لعثمان، هذا ما أدري وكيل عثمان، هذا الحاكم من قبل عثمان على القضاء، اقروا اقروا شوفوا شنو خلفوا، اجوا بالفؤوس كسروا الذهب لما مات حتى يوزعون الذهب بين الورثة. شوف هاي المحسوبيات، أمير المؤمنين جماعته، شوف هذا أخوه شلون يعيش، شوف جماعته كل الولاة كان يكتب لهم الوالي على المنطقة الفلان في أذربيجان، أي شي فلوس بيدك دزها إلي، ابعثها ابعثها، ما كان يخلي فلوس بيد الناس بيد الولاة، بعدين يجي بس توصل الأموال كان ينثرها بين الناس، ما كان فقر، لذا قال ولعل بالحجاز أو اليمامة، ما كان فقر، كانت إنسانية حقيقة. السلطة منشأ قلق دائما، السلطة، الله في القرآن يقول إن الإنسان حتى إذا كان أفضل ديمقراطية في جنيف، أفضل ديمقراطية في أمريكا، منبع السلطة، منبع الفقر، منبع القتل، منبع سفك الدماء، منبع كل شيء اسمه الشر، كل شيء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت. الله يقول وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لما الحاكم ما عنده شو اسمه، ما يأخذ بالقهر، السيف ماكو على الرؤوس، بالمن، الله شلون يدير عباده، الله بالرأفة وبالرحمة، صحيح أدبت بالتكرم، الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام تريد تفرك إذن تتفضل، أدبت لما حاكم منصوب من الله لازم لما يريد يأدب بالتكرم، يأدب بالتكرم، يأدب بغض الطرف. يلا مرة الإنسان شلون يدير بيته، يقدر يدير بيته بالقوانين، ابن الإنسان إذا مليون مرة عصى الإنسان تقدر تفصله من العمل، اطلع برا، هذا ابنك. حياة الحياة الاجتماعية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام دارها، أدارها بإدارة شنو، عائلية. الحاكم أبو، الأبو يستعمل شنو، يستعمل الرأفة والرحمة، غاية في الحنان وحنانا من لدنا، الله في القرآن يقول هذه الطريقة اللي جاء بها أمير المؤمنين. وين هاي الطريقة، وين هاي الطريقة؟ أنا أقول 1400 سنة الديمقراطية تطورت، مليارات النظريات مطروحة الآن، مراكز الدراسات، وين غاية الأمر شنو جابوا؟ جابوا في الديمقراطية يسموها حكم الفردية، الفردية يعني الحرية، الحرية يعني حرية في 3 أشياء. والله روح شوف التاريخ مليء بأمثال حكام طبقوا هذه الأشياء، بس وين بالنتيجة؟ وين العالم كله نار، كله نار، وين وين الفساد؟ تعال شوف هاي مواقع التواصل الاجتماعي شنو جاي تسوي، والله كلمة الفساد والله قليلة. شوف أولادنا، شوف شبابنا، لما الحاكم هالشكل يطلع طبيعي هالشكل يصير، جيب أمير المؤمنين شوف شلون الأمور تنضبط، تصير القيم، تصير فضيلة. إذا أنت طبقت إذا أنت طبقت القانون بفركة إذن، هذا خو ما يصير آدمي، هذا ينضبط، صحيح ينضبط، بس إيمانه، قلبه، مشاعره خو ما تنضبط. أخيرا ما سويت شيء، صحيح ضبط، يعني شنو، هذا إنسان، هذا مو حيوان بفركة إذن تضبطه،
أخيرا المجتمع الإنساني مجتمع غاب. في أيام ذاك الخليفة الثاني شنو كان؟ كل شيء مضبوط. بأي ثمن؟ بأثمن أن الإنسان صار شاذي، صار شاذي شاذي، سوى الإنسان حيوان كل شيء انضبط. هذا ما سوى شيء. إذا بالقانون أنت ما خليت الناس يشطون، ما خليت الناس على كل يبطرون، ما صنعت إنسان، هذا مقيد بالقانون. فإذا ما صار شيء. أنا أقول 1400 سنة البشرية ذرة ما تقدمت، ما تقدمت. نعم التكنولوجيا، التكنولوجيا غير الإنسانية. وين الإنسانية؟ وين العاطف؟ وين عطف الناس بعضهم على بعض؟ وين 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 الغني يعطف على الفقير؟ وين العالم؟ وما على كل حال هذا مو أنا أتحدث، وين العالم يعطف على الجاهل؟ وين الأبو يعطف على الابن؟ وين الأم تعطف على البنت؟ وين؟ ماكو. كل قانون مرة مرتين يهف راجدي. هذا ما صار. تنضبط الحياة الإنسانية بالصفع. هذا وين إنسانية هذه؟ هذا اللي تهدمت والله أركان الهدى. هذا القانون اللي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مرره، جربه للناس حتى شنو؟ حتى يقوم الناس بالقسط. بالمن؟ بالمن أدار الحكم، بالمنة، بغض الطرف، بالتفضل على الفرد أدار الحكم. علم الناس شلون يتعاطون مع الآخرين. هذا اللي إحنا في هذا اليوم فقدناه، ولكن تراثه باقي، تراثه باقي، يمكن للبشرية أن تستفيد. وعلينا، أختم حديثي بهذا الكلام، علينا إحنا اللي نعرف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لازم نعرض هذه التجربة الإنسانية اللي من 1400 سنة أجهضت حقيقة، لازم نعرضها على العالم. العالم إذا شافت شيء أرقى واقعا عالم اليوم، بالنتيجة الناس يتقبلون. لو أن الناس عرفوا محاسن كلامنا، هذا كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، لاتبعونا. نسأل الله تبارك وتعالى بحقه، بحقه وبحق آله الطيبين الطاهرين، أن يوفقنا لتطبيق تعاليمه ولنشر فكره وتبليغ طريقته على العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.